يجب أن يسأل العبد نفسه: ماذا يحدث لي لو وقفت وجئت إلى رضوان وصدني رضوان وقال لا يسمح لك، لن تدخل؟ والله في الدنيا مهما تكن من أرض ليست جنة الله في أرضه، أما الجنة التي وعد المتقون. يذاد أناس من أمتي عن الحوض يوم القيامة، الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول: أنا على يسار العرش تجاه النار، والخليل إبراهيم على يمين العرش تجاه الجنة. قالوا: لما يا رسول الله تكون، لما لا تكون أنت على يمين العرش تجاه الجنة؟ قال: طلبت من ربي أن أكون على يسار العرش تجاه النار كيما أرى الذاهبين من أمتي إلى النار فأشفع لهم. يا الله، حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرى أناسا من أمتي يذادون عن الحوض، يعني إيه؟ جماعة بعد الصراط وبعد ما أخذوا الكتاب وبعد ما وزنوا وبعد ما شهد عليهم الشهود يذهبون إلى الحوض، وهذه آخر مرحلة، يشرب من الحوض يدخل الجنة. ليه يشرب من الحوض؟ آخر شيء تخرج ما في داخله من الغل والحقد وعواطف الدنيا، خواطر الدنيا عواطفها تنتهي عند الشرب من ماء الحوض، مع أول شربة تزول هذه الأمراض. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. سبحان الله، لأن العواطف لو ظلت في الدنيا في الجنة لحزن من في الجنة، حزن الإنسان على ولده المنحرف، أو حزن إبراهيم على أبيه آزر، وحزن الرسول على عمه أبي طالب، وحزن نوح على ولده العاق الذي مات على كفره، وحزنت آسيا على زوجها المجرم الذي مات كافرا. لكن من فضل الله أن الله ينزع العواطف والخواطر في الجنة، فإذا لا يستشعر الإنسان ألما ولا حزنا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أحبتي في الله، يزاد أناس عن الحوض من أمتي يوم القيامة، فأنهض لأشفع لهم عند ربي. هو جالس عشان كده يقول لي: ربي يا محمد لا تفعل. يا الله، يمنعه الله من الشفاعة؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لابد من إذن يمنعه. إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك. ماذا أحدثوا؟ إنهم رجعوا على أدبارهم القهقرة، سخروا من الكتاب وسخروا من السنة وشردوا سبحان الله أهل الصلاح والتقوى، ولم يستمعوا للعلماء، وأصبح العالم بينهم كالجيفة المنتنة التي لا يريد أحد أن يستمع إليها ولا أن ينصت إليها، واهتموا بالعرض وتركوا المرض الأساسي، وما رجعوا إلى العلماء الربانيين لتشخيص الداء، عندئذ رجعوا على أدبارهم القهقرة. فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير.